ومن أحاديث الفتن ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ الحديث الذي في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال عمر رضي الله عنه: إنك لجريء، يعني لحافظ. ومعلوم أن حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والفتن، فقال: أنا. فقال: إنك لجريء. فقال: حدثني. فقال حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح ذاك الباب أم يكسر؟ قال: يكسر. فقال رضي الله عنه: إذا انكسر لن يغلق، لأنه لو انفتح لبقي، لكن لما انكسر لا يمكن أن يقوم باب. فقيل لحذيفة: أكان عمر رضي الله عنه يعلم من هو هذا الباب؟ فقال: نعم، كما أنما بعد الليلة غد، وقد حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني هو يدركه ويفهمه. قال بعضهم: فهبنا أن نسأله، فسألناه عن هذا الباب فقال: إنه عمر. وبالفعل فإنه لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصلت الفتنة في عهد عثمان ووقع السيف في الأمة، ومن ثم فإن هذا السيف لن يرفع إلى قيام الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذا السيف الواقع لن يجتمع معه سيف آخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يجمع على أمتي سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. ومن أحاديث الفتن ما جاء في الحديث المتفق عليه، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا. وفي رواية: إنه أراد قتل صاحبه. وعند مسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما على جرف هار من النار، فإذا قتل أحدهما الآخر وقع فيها. ومن أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع على أمتي سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. ومعنى هذا الحديث أن الأمة إذا وقعت في قتل بعضها البعض فلا يمكن للعدو أن يسلط عليها تسليطا عاما، ولو قدر أنه سلط عليها وهم يشتغلون بأنفسهم فإن مردهم إلى أن يجتمعوا حتى يقتتلوا مع هؤلاء الأعداء. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ومن أحاديث الفتن ما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين أيديكم لهرجا، يعني لقتلى. فقالوا: يا رسول الله، ألا ترى أن نقتل من المشركين في العام كذا وكذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس بقتلكم للمشركين، إنما يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. قالوا: يا رسول الله، أولنا عقول آنذاك؟ قال: لا، تنزع عقول ذلك العصر ويخلف فيه هباء الناس الذين لا عقول لهم. والهباء من الناس هم أصحاب الخفة والرأي الضعيف، مثل الهباء الذي يطير ليس فيه رزانة وليس فيه ثقل ورأي. ومن أحاديث الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أكثر من فتنة وعظمها، فقالوا: يا رسول الله، إن هذه لمهلكتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بحسبكم القتل، فالباء زائدة، يعني إن حسبكم القتل،
فيريد عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتنة لا تقضي على أخراهم، وإنما تقضي على دنياهم فقط، وذلك بزهق أرواحهم. من أحاديث الفتن ما جاء في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: من الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. ومن أحاديث الفتن ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل لماذا قتل، ولا المقتول فيما قتل.